هلو حبايب قلبي، ويلكم باك تو ماي شانل. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كل بخير. واخيرا اليوم فيديو جديد، اليوم فيديو خطير ويا ضيف مميز. اشتركوا بقناتي وحطوا لي لايك كلش كبير، خلونا نوصل عد 1,000,000 مشترك يا جماعه. نقدر لو نقدر اكيد نقدر. يشوفون ما يحطوا لايك؟ اي عيني يشوف حط لايك. حتى ماما قالت حطوا لي لايك هالمره. حطن وليس امرا. عجبكم المهم اليوم الفيديو حيكون غير شكل. اول شيء اني بي تم ولو بس حدا يقول لي انا مبلش الحلقه معصب اليوم. ثاني شيء اليوم الفيديو نار وشرارة، تعرفون ليش؟ لأنه حبايب قلبه وأخيرا مطعم البيك اللي هو أشهر مطعم بالسعودية، شفته هواي يوتيوبرية قاعد يسافرون يطلعون برا ويروحون للسعودية على مود يجربون ياكلون البيك. وجبة البيك طبعا وجبة خيالية، راح نجربها ونقيمها من 10 وياكم. فحبايب قلبي يلا خلينا نبلش. للآن قعدت من وقت طبعاً وما فطرت، راح نروح نفطر عند البيت لأنه لازم ننتظر طابور طويل طابور طويل أو سرة طويل، لأنه العالم راح تشوفوهم أكيد راح يقابلنا. أوكي راح تشوفون الزحمة، خليكم ويانا. لكن قبل كل شيء أكيد حبايب قلبي شنو عدنا هنا؟ وو عدنا هنا وماي بو، شيبسي مفضل، أكيد تعرفون النكهة المفضلة مالتي، تعرفون الدرس. حبايب قلبي دائما اقول لكم بكل فيديو انه روحوا اشربوا ماي و keep your body hydrated. اخيرا مثل ما شفتوا رحنا طلبنا البيك. طبعا ما في بيك، هو مطعم كلش مشهور بالسعوديه واخيرا فتح بمول دبي. تخيلوا جينا من اول ما فتح المول على مود نلحق ونوقف وناخذ سره. اوكي لانه الزحمه مو طبيعيه، شفتوا الطابور. اليوم ويانا ضيف كلش يعني مميز جدا مشهور وكل العالم تحبه. هو اشتهر في فيديوهات المجنونه اللي قاعد يعملها في التيك توك ويانا. ايوه ويانا عبد العزيز يا جماعه. شلونك؟ انا لوني احمر. انت يعني المفروض اضحك. انا بخير، ايش حالك؟ ايش اخبارك؟ والله الحمد لله تمام. معاكم عزوز. عزوز احب الاكل، احب اطبخ، احب اكل، بركوب الخيل. نعم. كره القدم. تفضلي يلا ندخل بصلب الموضوع. يعني كملت؟ زين شنو شغلك؟ شو شغلي؟ يعني انا اسوي اكل، اطبخ، العب مع اليهال، اكل، ازور مطاعم، اغطي مطاعم. طبعا هو يا جماعه يعني مختصر مفيد، هو فود بلوجر. اليوم عندنا البيك، الناس تطلع تتريق بيض، تتريق فطاير، هذه طلعت لنا من الصباح الله خير عشان نتريق البيك. وليش طلعنا الصبح؟ عشان ما تكون يعني هي زحمة، عشان بس ما تكون مثل زحمة العصر أو الليل. حلو. والحمد لله يعني الله وفقنا وطلعنا بوجبتين. الحمد لله إنه إيه لأني موجودة الحمد لله، من مريم موجودة الخير يا عم الجميع. وايد وايد. حبايب قلبي روحوا اشتركوا بقناته، باكم مشتركين قناته. وين موجودة؟ موجودة على تحت هني، تحت هني. شوف هذه هذه هني. لا ما راح احطها هني. هو بتحطيها حطيها هني. صار جوا فندق الوصف. اوكي روحوا اشتركوا بيها، حطوا لايكات، كتبوا لها من طرف ميمو. عم تعرف مريم ايش قد قوية، ايش قد متابعين اقوياء. يلا بنشوف. شوفوا هذا اللوجو. طبعا الوجبة تجي بيها تشوفون صمون البرجر هذا عندنا. هذا يجي مع المسحب. أوكي. مع طلبيه المسحب. نعم. وهذا والجارليك اللي هو الثوم، وعندنا اللي هو هير. هم مشهورين هم مشهورين بش اسمه. مشهورين بالكوكتيل صوص. اوكي هذه اللي هي الخلطه السريه يسمونها. والله حلوه والله. باشين حاطين حلفت انها حلوه بعد ما جربتيها. اي مبينه حلوه. وعندنا هنا طبعا وايبس على مود نمسح ايدنا. طلبنا واحد عادي وطلبنا واحد حار، خليني نشوف من هو اطيب يا جماعه. هاي اول تجربه الي راح اجربها وياكم. يلا شوفوا. تي 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 تي. هاي واحد فيهم سبايسي اعتقد. هذا كيف عرفتي؟ لانه لنا اغمق. الله الله. طبعا ذكيه ترى. هذا هو شكله. طبعا كم قطعة بمسحها؟ تكون داخله 10 قطع. اوكي 10 قطع والبطاط ب 15 درهم هذه الوجبه.
واو ها كله 15 درهم يا جماعة. 15 صاروا كم؟ 40 لا 30 يعني أنا غبية بالرياضيات، إذا تمزح معي ترى أصدق. أمزح. أول مرة بالتاريخ راح أجرب البيك يا حبايب قلبي، ويلا خلينا نبلش. غمسيه بالصوص. يا. إذا بهالطريقة ها شوفي شوفين الصوص لازم. يلا يلا نجرب واحد اثنين ثلاثة. أويلي. وايد طيب لذيذ شيء خبال. خبال يا جماعه ليش مو ثوم شيء. جربتي هالكوكتيل؟ شو رايك بامانه؟ والله طيب صح ولا لا؟ يستاهل الانتظار. اي والله ما يحلى الاكل بدون بيبسي دايت اهم شيء تعرفون يعني. خبصوا كثر ما تبون وكلوا اللي تبونه، بس اهم شيء ترضون ضميركم تشربون دايت. ما حيل حيل طيب البيك. كتبون جبت تعليقات اذا انتم تحبون البيك ولا لا. انا بالنسبه لي عشقت البيك لانه طيب النقط مالتهم ومقرمش من برا ومن جوا هيك طري وكلش لذيذ. خبال. خبال